يعتبر البطيخ من الفواكه المحبوبة لدى الكثير خصوصا في فصل الصيف، وسوف نرى ما يحمله هذا المنام خلال الفيديو القادم الذي يحمل الكثير من المعاني والرسائل الإلهية التي تخص صاحب المنام. تفسير رؤية أكل البطيخ في المنام للبنت العزباء. عندما ترى الفتاة العزباء البطيخ في منامها، قد يكون علامة على أنها سوف تتزوج خلال الفترة القريبة إن شاء الله. أما إذا تناولت العزباء البطيخ في المنام وكان له طعم لذيذ، يرمز على أن هذه الفتاة سوف تتمتع بحياة مريحة مليئة بالكثير من السعادة والراحة. ويعد أكل البطيخ في المنام ولكن كان طعمه غير جيد، يشير على أن هذه الفتاة تتعرض لخيبات أمل كبيرة، وهذا ما يجعلها تعيش في حالة من الحزن بسبب شخص غالي عليها. أما إذا رأت الفتاة أنها تأكل البطيخ في المنام وكان في فصل الشتاء، يشير على أنها سوف تتعرض لحالة من الإحباط والشعور بالندم بسبب أفعال قامت بها خلال زمن ماضي. أما في حالة أن الفتاة تتناول من البطيخ ذا اللون الأحمر الشديد وكان له مذاق طيب، بشرى طيبة على أنها سوف يأتي إليها خبر يحمل لها السعادة، أو ربما هذا المنام قد يكون علامة على أنها سوف تحصل على مال كثير لكن من بعد جهد كثير. وعند رؤية البطيخ ذا اللون الأخضر والذي يكون غير ناضجا في منام العزباء، فهذا المنام محمود أيضا، يشير على أنها سوف تتحسن صحتها ونفسيتها، وقد يكون هذا المنام علامة على أن هذه الفتاة غير حكيمة، وكثيرا ما تأخذ القرارات بشكل سريع، وهذا المنام بمثابة تحذير لها حتى تتأنى في اتخاذ القرارات حتى لا تجلب لها المشاكل. وإذا قامت الفتاة العزباء بتقطيع البطيخ في المنام، يدل على أنها سوف تنعم في الخيرات التي سوف يرزقها الله بها. ويعد تقطيع البطيخ في منام الفتاة التي لم يسبق لها الزواج، قد تكون بشرى طيبة على أنها سوف تتزوج خلال الفترة القريبة من شخص يكن لها مشاعر الحب والود. وربما هذا المنام يرمز على أنها سوف تسمع أخبار تحمل لها السعادة.